بعد 3 رحلات في شتى ولايات الوطن، من الوسط إلى مدن الشرق الجزائري، فمن بوسعادة إلى قسنطينة، ومن بسكرة إلى باتنا، ومن سطيف إلى برج بوعريريج، فبجاي وبومرداس، ومن مستغانم غربا إلى تيميمون جنوبا، تعود قافلة الوفاة في طبعتها الرابعة في هذا العام 2018 لتحط رحالها في العاصمة الجزائرية ولتنطلق صوب مدينة غردايا. وجوه جديدة قادمة من فرنسا وبلجيكا وسويسرا وأخرى سبق وأن كانت ضمن الوفود السابقة وما تزال وفية للرحلة السنوية صوب وطنها الأم. هذا الوفد يتكون من أزيد من 50 جزائري. أولاً فيه كفاءات، يعني أساتذة في كبريات الجامعات الأوروبية، فيه رؤساء جمعيات ثقافية دينية اجتماعية رياضية إلى آخره، فيه كذلك رجال مال وأعمال، وفيه بعض الأطباء اللي موجودين معنا. احنا درنا خليط بكل صراحة، لأنه الكثير من المواطنين طرحوا لنا هذا السؤال، على ما جبتوناش على سبيل المثال رجال الأعمال فقط؟ قلنا لهم لا، احنا جبنا كل شيء، خليط من كل يعني من كل حديقة جبنا زهرة. الرحلة التي بدأت من العاصمة زار فيها الوفد عددا من الوزارات، من بين وزارة السياحة والشباب والرياضة، وزيارة لعدد من معالم العاصمة الجزائرية، ليمر على مقر قناة الشروق ويزور أهم استوديوهاتها للأخبار والإنتاج. Nous, on a un député, Samir Chahabnaï, et un autre député, Tony. Ils sont 2 députés pour la moitié ouest de la France. Ça fait, c'est pas possible pour quelqu'un de représenter, pour 2 personnes, de représenter pratiquement 40 de départements. C'est pas, donc ça serait bien qu'il y ait, par exemple, au moins un député par circonscription consulaire. C'est un de nos souhaits, puis les souhaits classiques qu'on a toujours. La cherté du billet d'avion, le transfert des corps, l'acquisition des logements en Algérie, et puis les revendications classiques quoi, qu'on a. On remercie Samir Chebna justement de nous avoir invités, et l'objectif d'être venu justement c'est pour faire découvrir l'Algérie, puisque nous on connaît l'Algérie de loin, on venait quand on était petit, et là franchement on le remercie énormément d'avoir fait ce séjour pour pouvoir justement faire découvrir tout ce que nous on n'a pas pu découvrir quand on était jeune. الرحلة تنطلق إلى مدينة غردايا لنتوقف في مدينة الجلفة، عاصمة قبائل أولاد نايل المعروفة بالضيافة والكرم ونبل وجود أهلها، ليتم استقبال وفد الجالية بالماجر في المعلم السياحي بحجر الملح التابع لبلدية عين معبد، الذي يصنف كثالث جبل ملح في العالم، والذي يقع بجانب الطريق الوطني رقم 1 الرابط بين مدينتي الجلفة ومدينة حسيبحبح. هذا المعلم يعد من أهم المعالم السياحية في المجال الجيولوجي، يظهر في شكل مجسمات من الملح في وسط تكتلات مرتفعة، بالإضافة إلى مجموعة من الحفر العميقة. وصلنا إلى مدينة الجلفة، كان استقبال متميز، تميز المنطقة بطبيعة الحال، كان معنا عدد كبير من المسؤولين المحليين الصاهرين على مختلف القطاعات اللي لها علاقة بهذه القافلة، كالسياحة كالصناعة كالفلاحة كذلك، كما كانت لنا لقاءات كذلك مع الحركة الجمعوية المحلية، واستمعنا كذلك إلى شروحات وافية وشافية على فرص الاستثمار في مدينة الجلفة. شفنا استقبال حار من أهل الجلفة، نشكرهم يعني جزيل الشكر. بلاد اللي راها زايدة إن شاء الله يبارك، الله يبارك، زيدة تافونسي مش قرب تتفاصل بزاف. من الجلفة مروراً بالأغواط
ووصولا إلى مدينة غردايا في رحلة يقول منظمها أنها تستهدف بالدرجة الأولى تقريب أبناء الجالية الوطنية بالخارج من ثقافة وتاريخ الجزائر، وإثبات أن الأمن والأمان هو المشهد المسيطر على كل أرجاء البلاد. كثير من رؤساء البلديات اللي رحنا وزرناهم يعني كانوا يتكلموا على موضوع الاستثمار، وكانوا يطالبوا حتى في أعضاء الوفد أن يزوروهم مرة أخرى حتى يكون لهم الوقت الكافي والوقت المتسع باش يتكلموا لهم على تفاصيل الاستثمار في كل منطقة من المناطق اللي رحنا لها. حاولنا من خلال هذه الزيارة أن نعطي معلومات لأبنائنا خارج الوطن ونعطيه لهم فكرة على الاستثمار أولاً في هذا القطاع، وثانياً مستوى القطاع الصحي في الجزائر عند الخواص، لأنه راح تكون لهم زيارات عند بعض المستشفيات العمومية، وهذا اللقاء كان مهم جداً، عرفوا المستوى، تحدثوا مع الأطباء مع الأساتذة على نوعية علاج يعني الأمراض، ما هي الأمراض اللي تعالج هنا في هذه المنطقة وفي الصحراء ككل. القافلة تضم إطارات جزائرية من الجيل الثاني والثالث ومنتخبين في الأحزاب الفرنسية ورؤساء جمعيات اجتماعية وثقافية وتربوية وحتى رياضية. زارت عديد المدن المتواجدة بين وادي مزاب وقرى الشعامبة من بريان والقرارة التي زار فيها الوفد معهد الحياة، وهو من المنابر التي تقدم الكثير من الأمور ليس المتعلقة فقط بتدريس أمور الدين للطلبة، ولكن يتعداها للمساعدات الاجتماعية. كما حل الوفد ضيفا على مدينة متليلي دون نسيان المدينة والبلدة القديمة في قلب غردايا، دون نسيان محطة اللقاء بعمادة جامعة غردايا وإلقاء محاضرة بها تم تكريم فيها وجوه من الوفد. حقيقة هذا هو الجزائري الأصيل، يقوم بعمل جبار من خلاله يحوس يروج للسياحة الجزائرية، من خلاله يحوس يعرف بالجزائر لدى الأجانب. هذا اللقاء هو لقاء تحسيسي، لقاء نوعيه في أبناء جاليتنا، ولقاء كذلك نثريه من خلال أبناء جاليتنا على كل ما وصلت إليه الجامعة الجزائرية. وصدف هذا اللقاء اليوم الوطني للمسنين، فكانت جلسة طيبة لأنه معنا كذلك بعض من مهاجرين الأوائل اللي كرمناهم بالمناسبة، وكذلك اللي عرفنا أبناء جاليتنا على أبائنا وأمهاتنا من المواطنين يعني تاعنا واللي راهم موجودين هنا. الزيارة هذه في الحقيقة كانت لأن هذا المنطقة تحتاج إلى من يتحدث عنها ويتكلم عنها ويعطيها الصورة الحقيقية لها في بلاد الغرب، لأن بعد الأحداث التي وقعت منذ الآن شهور أو سنوات يعني أعطت وسائل الإعلام الغربية أعطت صورة جد مشوهة لهذه المنطقة، فتقريبا الاختيار كان لهجز السبب، يعني أننا نريد أن نعطي الصورة الحقيقية لهذه المنطقة، وهي منطقة آمنة وهادئة ومتطورة، وزرنا أماكن يعني فعلا خاصة اليوم في مدينة غردايا. Évaluer notre visite, ça a été franchement ça a été une découverte pour moi parce que je connaissais pas du tout la société Mozambique. J'ai appris énormément de choses. La structure de sa société. Évaluer le voyage, ça a été un excellent voyage. Tout d'abord, j'ai découvert des choses que je ne connaissais pas du tout. La société en général, Mozambique, qui n'avait rien à voir avec d'autres sociétés, qui est structurée, qui est vraiment bien encadrée. C'était un voyage magnifique à la rencontre d'une population que je ne connaissais pas à titre personnel. J'avais entendu parler de la civilisation des Mozambiques, de leur culture, de leur façon de fonctionner. Et on a eu un accueil au-delà de nos espérances, puisque nous avons été accueillis dans chacune des villes qui composent le département de Gardaïa. Nous avons été accueillis par les notables, accueillis par la population, et vraiment on revient enchanté de ce voyage. Bon, on a été très contents, on a été reçus royalement, ça a été très intense par rapport au voyage,
Mais franchement, l'accueil des personnes, ça a passé après la fatigue et tout. Mais c'était vraiment, vraiment, on a été vraiment très contents. J'ai un message à envoyer au ministère de la Santé et au ministère de la Solidarité. Zahir, elle dépense pas mal d'argent et beaucoup d'argent pour envoyer des malades à se soigner dans la Belgique. Nous avons des enfants خاصةً. تبعتهم 150 000 euros, يداويو. ومن بعد malheureusement le suivi ما كانش. هي حدتها فرصة. وجهنا نداء اللي يحب يعني يستثمر سواء من الإخوان المهاجرين أو إخوان الأجانب في إطار الشراكة. وجهنا نداء باش اللي يحب يستثمر سواء في القطاع السياحي، القطاع الصناعي أو القطاع الفلاحي. قال مرحبا به يا أخي. الزيارة سمحت لوفد أبناء الجزائر بالتقرب أكثر من الجهات الرسمية، كما حدث في لقاء والي ولاية غردايا وقبله والي ولاية الجلفة وعددا من الوزراء، بالإضافة إلى ممثلين عن المؤسسات العمومية والخاصة التي تسعى جاهدة لتوفير المساعدات والإمكانيات المادية والبشرية الضرورية للمستثمرين وأعضاء الحركة الجمعوية الجزائرية بأوروبا من أجل خطة دقيقة للعمل في بلاد المهجر تعود بالفائدة على وطنها الأم. اختيار مدينة غردايا ما جاش هكذا فقط لأسباب عدة، يعني الإعلام الغربي كان يعطي معلومات غلطة ومشوهة إن صح القول على هذه المدينة، كانوا يتكلموا على مدينة وكأنها يعني مدينة في حرب أهلية وكأنها مدينة تعيش يعني لا أمن، رغم أنه الحمد لله منذ وصولكم وأنتم كإعلاميين شاهدتوا أنه في استقرار، في أمن، في تعايش وفي سلم، والحمد لله يعني نشاطات في كل يوم، كاين نشاط ثقافي في هذه المدينة، نشاط رياضي، الموسيقى تنبعث من كل مكان، والناس كلها يعني عايشين في هارموني، يعني هارموني، عايشين في تفاهم والحمد لله. فبالتالي احنا أبناء جاليتنا حبينا نجيبوهم يشوفوا الحقيقة. احنا والشيء اللي قلت لهم انتم بعد ما تروحوا قولوا الشيء اللي شفتوه وتكلموا على الشيء اللي سمعتوه فقط. نحكي والشيء اللي شفنا يعني كثير يعني حوايج اللي ما على بالناش بهم، يعني اني ما جيناب كانت في الهجره نتاعنا، يعني الناس ما على بالهمش بهالشيء هذا كله. والشيء اللي حكم لي يعني لورغانيزاسيون، بعد لورغانيزاسيون هنا نتاع غردايا وفي عند بني مصاب، في المصاب لهنايا عندهم من اورغانيزاسيون، يعني نقول لك ما اشتهت في حاجه. اذا تكلمنا على التقييم، هذه الزياره يعني منذ بدايتها في مدينه غردايا يعني كان استقبال متميز، تميز المنطقه بطبيعه الحال، كانت في عده لقاءات في العديد من القصور بمدينه غردايا، سمحت لاعضاء الوفد انه يكتشفوا، انه يستمتعوا، وانه يثروا معلوماتهم كذلك على كل ما له علاقة بالسياحة، بالاستثمار، بالاقتصاد إلى آخره. إعطاء الصورة الحقيقية للجزائر، لأن في كثير من الأحيان وسائل الإعلام تعطي صورة مشوهة عن الجزائر وما يقع في الجزائر. إذا نحن يجب أن نكون المرآة الحقيقية للشعب الجزائري في الغرب، نعطي الصورة الحقيقية لما يحدث في الجزائر من التنمية، من التطور، من الارتقاء التي تسير فيه الجزائر، كذلك مستوى الاقتصادي، المستوى الاجتماعي، المستوى العلمي، هذا كله يجهله الغربي. ما زالت عنده صورة تاع التسعينيات أن الجزائر فيها إرهاب والجزائر فيها غير أمن وكذا، هذا الصورة لابد نعمل نحن المتواجدون معهم والذين نعيشون يوميا مع هؤلاء، نعطيهم الصورة الحقيقية للجزائر وهي بلد آمن، مستقر، متطور، في تنمية مستمرة، وهذا الذي نريده إن شاء الله. الرسالة حبيت نقول لهم باللي بلادنا راهي محتاجة لكاع ولادها، وبلادنا كبيرة كبيرة كبيرة، فيها خيرات. أنا راني حاير نقول لكم بكل صراحة، كي نشوف بعض ولادنا يروح يغامر بحياته واسمه يفاريسكي سافي باش لوين يروح دو لوتر كوتي دلا ميديتيراني، راه كل خير راه هنا. في انتظار الوعد الذي أطلقه سمير شعابنا في أن تكون قافلة الوفاء حاضرة في كل سنة عبر وجوه جديدة وأخرى فاعلة في المجتمع المدني والاقتصادي والسياسي في كافة أرجاء أوروبا،
تتطلع الجزائر للاستفادة أكثر من أبنائها، لا سيما النخب التي يمكن أن تمنح القيمة المضافة، مثل ما حدث في الرياضة والطب والهندسة والتجارة وباقي القطاعات الهامة. فإلى اللقاء في محطة أخرى مع قافلة الوفاء. نحن في مدينة غردايا مثل ما تشاهدون من ورائي، ومع أبناء الجالية الجزائرية بطبيعة الحال التي زارت هذه المدينة المضيافة لأول مرة، ولا تكون كذلك لآخر مرة بدون شك، لأنه يعني أبنائنا وعدونا بتنظيم رحلات دورية ابتداء من شهر أكتوبر المقبل إلى هذه المدينة ومن مختلف المدن الفرنسية.